إذن بالفعل وإلى الأسواق الإماراتية، ونبدأها بآخر الأخبار، حيث أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي عن نيتها لعقد جمعية عمومية من أجل طرح مقترح إعادة شراء 28% من السندات الإلزامية التحويل التي تحملها شركة مبادلة للتصويت، حيث تسعى الشركة من خلال هذا المقترح إلى نيل موافقة المساهمين لإعادة شراء 854 مليون سند إلزامي التحويل بقيمة 1 مليار درهم، سيتم تمويلها من خلال قرض جديد كان التبريد قد حصلت عليه أثناء عملية إعادة تمويل الديون التي أنجزت في عام 2014. تبريد يغلق طبعا مرتفع بالحد الأقصى وباللمت أب كان لدينا سلوك السهم من بداية الجلسة ينهيها عليه، كذلك بمكاسب 18 فلس إلى مستويات درهم و40 فلس.